اهلا يا شباب، عاملين ايه؟ ده الفيديو بتاع النهاردة اللي هو سكشن رقم 5، تمام، الخاص باليست اللي هو المفروض الاسبوع اللي هو بدايته 15/3 اللي هو يوم الحد، يعني يوم الحد ويوم الخميس، تمام، بعنوان سكشوال كاركترستكس. اوكي طيب، هناخده كده. اول حاجة السكشوال كاركترستكس المفروض ان احنا وقفنا لحد قبل الاجازه، خدنا التو ميثودز، تمام، اللي هو السلايد كالتشر تكنيك ودالموا. النهارده هناخده الاسكوسبور فورميشن من خلال اللي هو السكشوال كاركترستكس. طيب احنا بناخده ده ليه او بنشتغل ده ليه؟ لان ساعات بيجي لكم زي اسئله او حاجه او سكتش مثلا في الامتحان، وبتكون الدكتور بتسال ايه في الاخر، ايه الايم بتاع كل ده، فانت بتذاكر الميثود ومش عارف الايم بتاعه. مينلي احنا بنعمل الكلام ده زي البكتيريا يا شباب، احنا بنعمل التست دي عشان نعمل كلاسيفيكيشن البكتيريا، تمام، بنعمل ده وبنشوف الاسكوسبور وشكله عامل ازاي وبنصبغه وكل ده عشان ان هو بيكون كلاسيفيكيشن ليها او ان احنا بنعمل لها ايدنتيفيكيشن. طيب المفروض ان السبور فورميشن بيكون معتمد على نوع الكالتشر اللي عندي، تمام، والحاله بتاعتها، العمر مثلا بتاعها، وهنشوف ايه الفاكتورز اللي هتأثر عليها، وستابيليتي اوف ميديوم، في ميديا ممكن هي تنفع توضح لي، في ميديوم لا، عشان كده النهارده هناخدوا انواع كتير من الميديوم، تمام. فبيقول لك هنا ان انت لازم يكون في فريكوينت، يعني حاجه متكرره، وكيرفول اوبزرفيشن، ان انت بتعمل دايما اوبزرفيشن مستمر. طيب عشان ادخل في السبوريوليشن هشوف بيها السبور ده، لازم ان انا اعمل ميديم الاول او فيز اسمها بري سبوريوليشن، ان انا بعمل استعداد للدخول لمرحله السبور فورميشن. طيب فهنخش كده شويه في حاجات نظري، يعني الفاكتورز اللي بتاثر عليها، يعني دي هتلاقوها بالظبط من الورق عندكم، انا بس عاملاها باوربوينت عشان اوضح بس النقط اللي بتكون موجوده عندكم، لان الاسئله في الحته دي بتكون مهمه قوي. اولا الجروس ميديوم، نوع الجروس ميديوم، الكيميكال كومبوزيشن بتاعها بيفرق قوي معانا، تمام، السوجرز، النيتروجينس كومباوندز والفيتامينز، هناخد كل ده. الفورم بتاع الميديوم، ليكويد او سوليد، وجود ميه، مويستشر ولا لا، بيأثر معايا. طيب الايدج بتاع الكالتشر، الاولد كالتشر بتكون سبيروليت بور كومبير تو اليونج، وخلي بالك لان ما تقوليش المفروض ان هي اولد فان هي في الكونديشنز بتاعتها صعبه فان هي بتعمل سبورز، لا العكس، اليونج عشان كده احنا بناخده الحاجه اللي بتكون فريش زي البكتيريا شويه، خلاص، لكن الاولد بتعمل اكيوميليشن للالكول. اوكي طيب التمبريتشر ده بتكون سبيشيز او سترين ديبندنت فاريبل، بتعتمد على السترين اللي عندي. الجروس ريجوليتور اللي هي الحاجات اللي بتضاف للميديا، تمام، الاندول اسيتيك اسيد بتكون بروموت، يعني بتشجع السبيروليشن. الجبريليك اسيد بيكون ليه ليسر افكت عشان بتقع في الحاجات دي، يعني ايه ليسر افكت؟ يعني بروموت السبيروليشن لكن ليه افكت اقل من الاندول اسيتيك اسيد، تمام، عشان بتسالوا الحاجات دي ام سي كيو، فمش معنى كده لسر يعني ملوش او مثبت، لا لسر افكت من القبلية. طيب بريسبيريليشن ميديا احنا نتفق كده ان كل دول سلانس، النهارده كل الميديا بتاعتنا سلانس اللي كان المفروض عليها الدور ان احنا نعمل لها انكيوليشن، تمام. طيب الكومبوزيشن بتاعها جلوكوز بتون، وهتلاقوا ان الجلوكوز اعلى حاجه، احنا اتفقنا ان احنا في من اول ما دخلتوا مايكروبيولوجي مش مطلوب منكم ان انتوا تحفظوا الكومبوزيشن بتاع الميديوم، لكن لازم يكون في حاجه مميزه كده لكل ميديوم، تمام، فيها حاجه زياده فيها حاجه قليله، الهدف بتاعها ايه، خلاص. طيب فهنا الجلوكوز باين قوي ان هو عندي عالي. الميثود هتلاقوه في الورق عادي اللي هو اللي هتعمله preparation الميديا وهتوزعوها في test tube، احنا قلنا ان هي slant يعني solid، تمام، sterilize بالاوتوكليف، inoculate وincubate لمدة 3 ايام، والheavy gross هو اللي هاخده على الاسبيروليشن. يعني احنا كنا هنعمل ايه؟ كنا احنا اللي هنعمل، يعني الستاف اللي معاكو كان هو اللي هيعمل inoculation للpre-spirulation، وانتو كنتوا هتيجوا في section تعملوا spirulation، يعني فرق 3 ايام او حاجة، تمام، عشان بس كونوا متخيلين ايه اللي كان المفروض يحصل. بالنسبه بقى للسبيروليشن بقى فيز، اوكي هنشوف الاول الفاكتورز وبعد كده ننقل على الميديوم نفسها.
تمام. الووتر الدراي كونديشنز، طبعا دراي كونديشنز هي اللي بتفيفر ريسبيريشن انديركتلي باي ريتاردنج جروث. تمام، هارش كونديشنز الدنيا دراي، فبالتالي يعمل ستيميليشن للاسبيريشن. الاكسجين والكربون دايكسيد بيكون اسينشال للاسبيريشن، لكن الهاي كونسنتريشن منهم ينهبت، يعني اللو كونسنتريشن هو 5% فوليوم بالفوليوم هو ده اللي ريكوايرد، عشان ما تلخبطوش يعني. من الاخر العالي تمام هو اللي بيعمل انهبيشن، ومحتاجينه لكن بنسبة معينة مش كتير. الاوبتيموم تمبريتشر للسبيريليشن من 25 ل 30، كام بالظبط؟ ده يعتمد على نوع السترين. اوكي، الكربون سبستريت بيكون الشوجر، والسولت الاورجانيك اسيد بتكون الاسينشال فور سبيريليشن. الاسيتات بتكون من 0.1 ل 1% ويت بير فوليوم. تمام، عشان الاسيتات ده هيكون عندنا في ميديا فهنحطه في دماغنا الاسيتات. اوكي طيب، النيتروجين كومباوند تمام، الميديا كونتيننج نيتروجينس كومباوندز لاك شوجرز support only limited growth effective. ثواني بقى، يعني ايه؟ يعني الميديا اللي بتكون فيها نيتروجين كومباوند وما فيهاش شوجر هتعمل ريتاردنج للجروس، هتقلل الجروس وهتزود الاسبيريليشن. دايما كده هتلاحظ ان جروس عكس الاسبيريليشن، فخلي بالك اللي عندك ده يشجع الجروس ولا يشجع الاسبيريليشن. السؤال اللي بيجيلك هيجيلك ايه؟ طيب، لان ده انت هتكون هتساله لنفسك وانت واقف في المعمل بتشتغل البراكتيكال. انت بتشوف الكومبوزيشن بتاع الميديا، ولو عايز تبدل حاجه بدل حاجه دي كربون ولا نيتروجين عشان انت تشتغل عليها. الامينو اسيدز زي الجلايسين واللايسين لوحدهم ما يقدروش ان هم يعملوا سبورتنج للجروث بتاع اليس عموما، تمام، فبيكون ان هما الاثنين بيعملوا ستيميليشن لليست للسبيريليشن اكتر من الاسيتات. خلاص طيب، الايونز الصوديوم البوتاسيوم بتعمل ستيميليشن للسبيريليشن اكتر من الصوديوم، والهاي كونسنتريشن من السولت بيكون ليه ديترمنتال اللي هو الدامجنج، يعني ليه افكت على السبيريليشن بتاع اليست. نتيجه بقى الاوزموتيك افكت لما بتحط كميه كبيره طبعا في بتعمل بالاسموزس، فبيعمل دامجنج للسبيريليشن. او الكاتايونز الموجوده دي، الميتال كاتايونز ليها توكسيك افكت لما بتكون موجوده بتركيز كبير. الحاجات دي بتسالوا فيها. السيل بوبوليشن دنسيتي اللي هو سبيريليشن ريت بيكون انهابيتد بالهاير بوبوليشن دنسيتي، عشان كده احنا قلنا ان احنا بنحب ان يكون الميديا عندي بتكون فريش، مش استنى ان هي لحد ما الدنسيتي بتاعتها ما تزيد واقول بقى ان انا اشوف السبورز فيها. خلاص، ما ينفعش. البي اتش الاوبتيمم بي اتش فاليو بتعتمد على الكومبوزيشن بتاع الميديوم. كل ميديوم انت بتجيبها الريسبي بتاعها بيقول لك انت بتعمل ادجستمنت للبي اتش طبعا اكوردنج للكومبوننتس بتاعتها. خلاص، في حاجات بتكون فيها هيدروجين بروتونز، في حاجات بيكون فيها او اتش، فبتلاقي ان البي اتش بتاعها بيكون عالي. تمام، طيب ايه بقى الميديا اللي ممكن ان هي تشجع السبيريليشن اللي فيها بقى الفاكتورز اللي احنا اتكلمنا فيها دي؟ تمام، الميديا اللي عندنا في اول حاجه الجروتكوفس ميديوم، الجيبسون بلوكس، والده بتكون للساكاروميسيس، والفيجيتابل ويجز اللي هي شبه كلها معتمده على حاجه ناتشورال شبه اللي كانت في الفسيولوجي اللي هي اللي كانت موجود فيها الكاروت والبوتيتو والحاجات دي كلها. كلكم دلوقتي سنه رابعه وكلكم خدتوا فسيولوجي، تمام، فانتوا عارفين الميديا دي بتكون للبيكيا. الاكزامبلز دي مهمه قوي يا شباب، يعني يا دكتور مش مزوده لكم اكزامبل، لكن من يوم ما بتحط اكزامبل بيكون مهم. خلاص، زي كده بوست اوف كنترول في البكتيريا، فانت لازم على الاقل تكون عارف حاجه من يوم ما تذكر. تمام، طيب الاسبيريشن ميديا هنشوف الجروتكوفس ميديوم، الماكلاريس اللي بيكون فيها الاسيتات وهنتكلم عنه، الجيبسون بلوكس. يعني ايه جيبسون؟ هي من اسمها باينه شبه الجبس، هنقولها ازاي. تمام، والفيجيتابل ويجز. اوكي طيب، الجروتكوفس ميديوم انا عامله لكم بول ده على الصوديوم كلورايد، ده بيكون الحاجه المميزه قوي فيها، موجود المفروض ان هو باين ان هو عالي. تمام، وبرده فيها بيبتون او ميت اكستراكت ده كسورس للنيتروجين. خلاص، ومعاه طبعا جلوكوز، وهي احنا قلنا من الاول السكشن النهارده كله سلانتات. خلاص طيب، ماكلاريس ميديوم الصوديوم اسيتات هو ده الفاكتور اللي بيكون فيه شويه اللي هو بيضغط على الاسبيريليشن.
فده الحاجة دي اللي عاملة بيها بالبولد، هو ده المميز لكل ميديم. تمام. الجبسن بلوكس بقى، هي دي دكتور حاطط لكم الميثود بتاعها عشان تكونوا بس انتم متخيلينه يعني ايه جبسن بلوكس، هتجيب يعني جبس ولا نعمل ايه. هو عبارة عن كالسيوم صلفيت، بنحط 100 جرام على 100 مللي ميه، تخيل 100 جرام على 100 مللي بس ميه، فهيعمل ثيك بيست، بيست زي معجون السنان كده، معجون تمام زي كريم زي ما متقالكوا، وهنحطه في الاسلانتات وهنحطه في تيست تيوبس يعني بحيث ان يكون الدبث بتاعه 3 سنتي خلاص. طيب برضو هنميله شويه وهنسيبه ان هو يجمد وهندخله في الـ في الانكيوبيتور بعد ال 24 ساعه يعني عشان يجمد، مش عشان انكيوليشن، ده عشان ان هو يجمد بالوضع بتاع الجبس ده، الجبسم ده اللي هو الكالسيوم سلفيت يعني. تمام. وبعدين هنحطه هنعمله بقى كوتون بلاجنج وهندخله اوتوكليف. هنعمل دنس او هيفي سسبنشن تمام، وهنعمل انكيوليشن على الميديوم خلاص. طيب المفروض يا شباب ان احنا اقرا كده معايا النقطة الثالثة. تمام. الدنس هيفي يست سسبنشن بيكون ديبوزيتد اون ذا ابر اند اوف ذا سلاند اند 3 ملي من سترايل ووتر كونتيننج اسيتيك اسيد بالبي اتش ادد باي بايبيت تو ذا لوور اند اوف ذا سلاند. يعني ايه؟ يعني لازم هنا نكون عاملة مستخدمة، احنا قلنا اهم حاجة في الجبسم الاسيتيك اسيد، فده اعمل ايه؟ هتحط تعمل انكيوليشن هيفي سسبنشن من اليست، وهتكون حاطط معاها الاسيتيك اسيد، وبيقول لك ويذ البي اتش از ادد، يعني البي اتش طبعا هنا بيكون قليل عشان اسيتيك اسيد، وهتعمل انكيوليشن لور اند اوف ذا سلاند اللي هي اصلا متجمده على شكل الجبسم كده تمام، اللي دخلناها في الانكيوبيتر عشان تجمد خلاص. انكيوبيت طبعا سلانت 25 ل 30، احنا قلنا الاوبتيمم لليست شبه الفنجاي بتكون من 25 ل 27، ده المينلي يعني او 30 ليوم او ليومين. رابع حاجه الفيجيتابل ويدجز، بيكون الكارت او البوتيتو بنحطهم في تيست تيوب وبتكون معاها ميه وبندخل الاوتوكليفنج. انت بتعمل انكيوليشن لليست على الكارت او البوتيتو دي، بتكون شرايح كده، فبتكون الميديا فول ناتشرال يعني كلها ما فيهاش اي حاجه كيميكال ولا نص ونص، لا سيمي سينثيتك لا سينثيتك ولا سيمي سينثيتك، هي ناتشرال ميديا اوكي. طيب وبنعمل انكيوبيشن طبعا، كل دول هنعمل ليهم انكيوبيشن. طيب احنا شفنا اخر سيكشن احنا حضرناه سوا، شفنا اليست سيلز نفسها عامله ازاي. هنا هنشوف بقى الساكاروميسيس اسكوسبور ستيننج بيكون عامل ازاي، اللي هو بيكون شويه برضو زيه زي اليست سيلز، بتكون الشكل الاوفل تمام. طيب هنا عندي يا شباب برضو دي باينه شويه، احنا هنا استخدمنا شفر فولتون لو انتوا فاكرينها، اللي هي كنا بنستخدم فيها الملاكايت جرين خلاص. فهتلاقوا ان السبورز هي اللي لونها جرين تمام، ودي بيقول لك هنا في الفوت نوت ان هي دي بروديوسد، الشريحه دي متاخده من الكورن ميل اجر اللي هي شرحناه في السكشن بتاع الميديا المختلفه، احنا حضرنا ميديا تانية لكن الكورن ميل اجر احنا خدناها نظري خلاص، فدي متاخده منها بالشافل فولتون، هو ده السبور الالونجيتد شويه، لكن الباقي فيجيتاتيف سيلز عاديه. عشان ما تقولوش هو ايه البامبي ده، البامبي ده اللي هو الفيجيتاتيف سيلز الثانيه تمام، اللي هي المفروض اللي بالماسود على ما اتذكر اللي هو الكاربولفوكسين، اللي هي اللي كانت بتكون لونها فوشيا شويه لو تفتكروها في البكتيريا. لكن بالنسبه للملاكايت لو تفتكروا احنا كنا بنحط السلايد، والسلايد كنا بنغرق السلايد بملاكايت جرين، كانت بتكون على ايه؟ على ووتر باس. الحاجه اللي انا بدخلها بووتر باس يعني صعب انها تتصبغ، هي دي اللي تصبغ لي مين؟ السبور، هي دي اللي تصبغ لي السبور، لان هو ده اللي صعب انه يتصبغ، عشان كده بدخله بووتر باس. طيب برضو ده من السبيشيز بتاعت الساكاروميسيس تمام، ده القصاي جواه الاسكوسبور، باينه واضحه جدا وجميله جدا، في شايفه 3 ل 4 جوه القصاي
تمام. اه دي بارومايسز، انا واثقه ان انتوا دي اكيد عندكم في النظري، تمام، اكيد خدتوا اكزامبل عليها وممكن تكونوا خدتوا اللايف سايكل بتاعتها، فده الاسايب الاسكوسبورز عشان بس تكونوا متخيلينها، تمام. سيتيرومايسز اسايب الاسكوسبورز برضو دي من الحاجات اللي اتعرضت عليكم في انتوا عرضتوا لها في النظري. طيب الاسكوسبور فورميشن بالزايكو ساكاروميسز، تمام. الزايكو ساكاروميسز اللي هو الايه اللي هو على الشمال ده بيكون شكله زي الدمبل شيب، الشباب اللي بتروح الجيم اكيد عارفه الدمبل شيب ده عامل ازاي، تمام، شايفين حتى هو مشاور عليها بالارو اهو، تمام، فشكلها دمبل شيب. فبيقول لك ان هو بيكون اتش كونجيجنت، يعني كونجيجنت يعني اللي هو الاثنين بيكونوا جنب بعض، اثنين ماسكوا في بعض. الاسكوسبور فورميشن بالترولا سبورا ده برضو من الحاجات اللي كنتوا واخدين اكيد اكزامبلز عليها، تمام. دي بيكون ايه، بيكون مميزة او فيها البروجكشنز اللي فيها اللي هي ناحية السهم يا شباب اللي هي اللي فوق دي، طبعا دي الصورة بي اللي هي على اليمين، تمام. فبرضو دي من الحاجات اللي احنا يعني ايه بحاولنا نجمعها لكم عشان تبقوا متخيلين إيه السترينز اللي عندكم واتيفر بقى كانت ممكن تطلع ايه. الماتشينيكويا، تمام. برضو انا افتكر ان دي كانت من الحاجات اللي عندكم في النظري، ودي حاجة مميزة جدا ان بتكون الاساي الونجيتد والاند بتكون اللارجد وشكلها عامل زي النيدل، تمام، بيكون فيها واحد او اتنين نيدل شيب اسكوسبورز، خلاص. فمش هو عامل زي النيدل، هي بتكون القصاي نفسه بيكون جزء منه منتفخ شويه وجواه واحد او اتنين نيدل شيب شبه اللي كنا بنرسمها في الفنجاي، تمام. طيب دي كده يعني زي الستريشن لتكوين الاسكوسبورز ده بيكون عامل ازاي. بيكون بيبتدي عندي الاول الميوسس سواء واحد او اتنين، وبعدين هتلاقي ان خلاص حصل انقسام، فبتلاقي ان هيكون بريسبور ممبرين فورميشن، بروسبور سوري، اللي هو المرحله الاوليه من الممبرين، لان طبعا كل واحد من دول لما بينفصل عايز ان هو يكون الممبرين بتاعه. وبعدين هتلاقي ان في ممبرين اكسبانشن لان هما خلاص هيبتدوا ان هما ينفصلوا، وبعدين membrane closure ونيوكلير كابتشر. يعني ايه نيوكلير كابتشر؟ كل membrane هيقع خلاص هيكون بقى حاجة مستقلة، سبور مستقل، فهياخد نفس العدد بتاع النيوكليس او الجيناتيك ماتيريال اللي بيكون موجودة، هيبتدي خلاص ان هو يكون الاربع سبورز، تمام. وبعد كده سبور وول اسامبلي خلاص هيلف على الجيناتيك ماتيريال دي ويلف على السبور نفسه هيكون الوول، وبعدين هيحصل اساي ماتوريشن. خلاص كده هو ده الشكل اللي انتوا كنتوا لسه واخدينه تحت الميكروسكوب، اللي هو الاسكوسبورز موجوده متكامله جوه الايه الوول بتاعها ماتور، اوكي. فدي طبعا حاجه يعني زي ما بقوله كده جرافيكال، تمام، مش حاجة طبيعية. لو عايزين فيديو للكلام ده هحاول اشوف لكم بحيث ان لو في حاجة متصورة الشكل ده، تمام، بس ده كده حاجة جرافيكال للي بيحصل عشان تبقى بس انتم متخيلينه اللي بيحصل في السكشوال ريبرودكشن، اوكي. ده كده اعتبر السكشن بتاع الاسبوع اللي هو 13 مارس، فسهل جدا وخفيف ما فيش اي حاجة. لو في صور تانية هنزلها لكم مفيش اي مشكلة. اي اسئلة شباب على البوست اللي هنزل فيه الفيديو ده قولوا لي الاسئلة ايه، ممكن ارد انا دكتور ايات دكتور علياء اي يعني اي حد من الدكاترة يرد مفيش اي مشكلة لو في اي حاجة مش واضحة في السكشن ده، اوكي. شكرا لكم شباب.